طيب شباب، احنا توقفنا المحاضرة الماضية هنا تمام في الكتابة، تقريبا خلصنا كل الأجزاء المتعلقة بالبروبوزل تمام، كل السيكشنز شرحناها. الآن بدنا نراجع شوية بشكل سريع بخصوص الرايتنج. حكي انت عشان تتجنب الجمل المبهمة، حاول انه انت تكتب باللغة الإنجليزية المبسطة قدر الإمكان تمام، لأنه زي ما حكيت لك انه انا بصادف انه انت ممكن تستخدم مصطلحات او كلمات انت نفسك مش عارف معناها، وانا نفسي كمان ممكن اكون مش عارف معناها. فليش هذا الكلام؟ ليش انه انت تحط لي مصطلحات انت مش عارف معناها؟ استخدم الإنجليزية المبسطة، وصل الفكرة بشكل مبسط تمام. حكيت خلي الاستراكشر تبع الجملة صحيح، تأكد انه هو صحيح، بتكون من فعل وفاعل ومفعول به تمام، subject verb object، بغض النظر عن الاوردر، ممكن يجي الفيرب قبل ممكن يجي الاوبجكت قبل، بس تأكد انه انت عندك نحويا انه الجملة صحيحة، في مبتدأ في خبر زي هيك يعني تمام. رجاء نستخدم مدقق املائي، لانه شيء مزعج انه انا في القراءة الان او اي قارئ انه يقرأ ويلاقي في عنده اخطاء املائية تمام. فانت في عندك المدقق الاملائي، ليش ما تستخدمه انه انت تحاول انه تشوف الكلمات الخاطئة عندك تمام وتصححها. حاول انه انت تعمل ترانزيشن بشكل جيد بين الباراجرافز تمام، عشان تكون الأمور واضحة. طيب كنا نحكي في جزئية الباراجراف. الآن أنت ممكن يكون في عندك هذه عبارة عن جملة تنتهي بنقطة، فممكن أنه أنت هذا الكلام أنت يصير عندك زي هيك تمام، أنه أنت عندك هذه عبارة عن باراجراف مكونة من عدة جمل، هاي مفصولة أنت عندك بنقطة. أول ما تعمل انتر زي هيك، خليها عشان تكون مبينة انت عندك بشكل واضح. خلينا نعمل الجملة لغاية هنا، وهذا نزغره شوية زي هيك. اول ما تعمل انتر انت بيكون عندك هنا هذه باراجراف جديدة تمام. حكيت يفترض انه انت طالما انت موجود في نفس الباراجراف انه انت بتحكي عن نفس البوينت، نفس النقطة. واحنا اتفقنا انه في اللغة الانجليزية انه عادة الجمل بتكون قصيرة، بتكون مفصولة يا اما بيريود او فواصل كوما. احنا عندنا في العربية الجمل طويلة شوية تمام، فحاول انه انت عشان تبسط المعنى انه انت تستخدم جمل قصيرة قدر الامكان، حيث انه يكون المعنى واضح، بيسهل عليك فعلا في توصيل المعنى تمام. فهاي الجمل كلها انه ال بتحكي عن نفس النقطة. الآن متى أنا بروح على باراجراف جديدة؟ إذا أنا كنت بدي أحكي على نقطة جديدة، اللي أنا بقصده في الترانزيشن إنه أنت لما تكون أنت بتحكي عن نقطة معينة إنه النقطة اللي وراها تكون إلها علاقة بالنقطة هاي، إنه هيك بيكون الترانزيشن سموث، يعني في سلاسة. لكن إذا أنت كنت بتحكي في نقطة وبتيجي تعمل انتقال لنقطة مختلفة تماما، بيصير في عند القارئ حاجة اسمها يعني انه بيتفاجأ، اي قارئ انه هو بيتفاجأ وبصير انه طب شو علاقة هذه في هاي، فبالتالي بيصير في عنده نوع من الصدمة، هو مش عارف انت ليش تركت هاي النقطة وانتقلت على النقطة هذيك تمام. فحاول قدر الامكان انه انت تشوف الباراجرافز تبعتك انه تكون الترانزيشن بيناتها سموث نوعا ما تمام. وصلت النقطة؟ حاول قدر الإمكان إنه أنت تخلي القارئ يستمتع في القراءة، إنه
يشعر انه في تسلسل، يشعر في انه شد، انه يكون متشوق، يعرف المشروع تبعك ايش البروبلم تبعته، ايش الاعمال المشابهه للمشروع تبعك، ايش الفكره تبعتك، اللي ايش اللي بدك تسويه في المشروع وهكذا. تمام، رجاء انه انت تقرا مرارا اللي انت كتبته قبل ما انت تسلم، لانه هذا انت عندك خطا شائع انه انت ممكن تكتب تمام الكتابة تبعتك أكيد بطبيعة الحال مش هتكون مرتبة. اقرأ مرة تانية حتشعر إنه في خلل. تيجي تقرأ المرة الثالثة ممكن برضو تشعر إنه في خلل. تمام؟ المرة الرابعة ما تقرأش. يعني بعد عدة مرات أنت خلاص بتبطل إنه أنت عندك القدرة أو عندك العين الناقدة اللي ممكن إنه تكتشف وين الخلل في اللي أنت كتبته. فبالتالي الحل الأفضل إنه أنت تعطي لشخص تاني إنه يقرأ لك في المجموعة، تمام، او المشرف انه هو يقرأ لك، تمام، ساعتها بيكون في عنده وجهة نظر انه بيقدر يشوف ايش في انت عندك خلل. لكن انت من كثر القراءة بنقدر نعتبر انه نوعا ما صرت حافظ النص وظهرا عن غيب، تمام، فبالتالي انه مش هتقدر تشوف وين الخلل. لكن اللي بيقرأه اول مرة بيقدر يشوف وين الخلل بشكل واضح. تمام، طيب حاول قدر الامكان انه انت تتواصل او تعطي الوقت الكافي للمشرف بحيث انه هو يراجع لك الدوكيومنت قبل ما انت تسلمه لإله. تمام، يعني انت بدك تعمل عده قراءات قبل ما تسلمه للمشرف، المشرف بيقرا وبيراجع لك اياه، بعديها انه انت بدك تسلم. عشان هيك انت بدك تشتغل بشكل مبكر. عاده الطلاب اللي بيتركوا حالهم لليله التسليم وبيجي بيسلم وضعهم بيكون مش كتير كويس بخصوص التقييم، لأنه الكتابة تبعته بتكون ركيكة نوعا ما، فبالتالي بحصلش على تقييم، يعني بيكون فيها أخطاء واضحة بشكل كبير. يعني هو يفترض ما يقعش فيها، لكن للأسف إنه بسبب العجلة إنه هو بيقع فيها. فعشان هيك بقول لك رجاء امنح نفسك الوقت الكافي. تمام، طيب الرايتنج ستايلز، هاي الشغلات مش ممكن انه حدا يعلمك اياها. تمام، هذه بتتطلب براكتس فعليا. الكتابه انه انت تكتب بشكل جيد، هذه شغله مش ممكن انا اعلمك اياها، بس انت مع الممارسه تكتب اول مره الكتابه تبعتك انه نوعا ما ركيكه، بعد هيك بتتحسن، بعد هيك بتتحسن، وهكذا. هيك انت بتكتسب المهاره بالممارسه، مش انه مجرد انه درس انا بعطي لك اياه وخلاص انه صرت انه انت تكتب بشكل جيد. بالنسبه للصور لازم نعم، هذه النقطه هنا موجوده في الفورماتنج، انه انت لازم تضيف كابشن، انه انت بتضيف رقم وتسميه، انه فيجر كذا بيظهر مثلا عدد الاشخاص اللي عندهم هواتف ذكيه. ممكن يكون فيجر الكابشن مطلوب للفيجر ولا التيبل. حرجع على النقطة هذه بس خليني انه انا اكمل. طيب حاول قدر الامكان انه انت تستخدم وي بدل اي، لانه انتم بتشتغلوا كمجموعة، فبالتالي ما تجيش تحكي انه انا سويت وانا عملت، لا، احنا سوينا واحنا عملنا. تمام، هنا على سبيل المثال وي كالكوليت ذا بريميوم اوردر ذا بريميومز اندر ذوز اسامبشنز، فبالتالي هنا وي كالكوليت. يعني تجنب انه انت تستخدم الكوتس، انه زي ما حكيت لك الكوتس انه انت ماخذ اقتباس نفس النص من الاوثر، وهذه عادة احنا بنحتاجهاش في كتابة التقارير، بس نحتاجها لما انقل وجهة نظر معينة، وانت في العادة انه انت مش هتحتاجها. وذكرنا هذا الكلام مش معناته انه انت تنسخ وتذكر المصدر انه خلاص انه لا انت هيك، يعني انه انت في السليم، لا، هذا كلام مش صحيح. لازم تعمل حاجة اسمها بارافريز. ايش يعني بارافريز؟ انه انت تعيد الصياغة، انه انت في عندك تعريف معين، التعريف هذا ما تاخدوش حرفيا وتحطه زي ما هو، تمام، بدك تعمله اعادة صياغة باسلوبك. تمام، وحتى لما انت تعمل له صياغه لسه لازم انه انت تحط له الريفرنس كذلك. تمام،
حاول تجنب الاختصارات زي هيك مثلا انت it is انه انت لازم تكتبها بشكل كامل انه تحطها بالشكل الكامل تبعها بدون الابوستروف بهذا الشكل تمام. بخصوص زمن الفعل هذه كذلك من الاخطاء الشائعه استخدم زمن المضارع البسيط في البروبوزل تبعك في كل الاماكن في البروبوزل تبعك ما عدا related works ايش بدك تستخدم معها الباست تنس تفر related work هذا اعمال تم انجازها اعمال سابقه تقول فلان عمل كذا فلان اشتغل كذا استخدموا كذا كله في الماضي used proposed worked تمام. لكن اي شغله ثانيه عندك في البروبوزل بتروح تستخدم المضارع البسيط. كيف يعني بتستخدم المضارع البسيط؟ يعني على سبيل المثال انت بدك تيجي تحكي عن الميثودولوجي تبعتك الميثودولوجي تيجي بتحكي هنا we use agile methodology مضارع بسيط تيجي تحكي we are using we used or we will هذا كلام كله ممنوع لا مستقبل ولا ماضي بس مضارع بسيط تمام زي هيك. بخصوص الفورماتنج يعني يستحسن ان انت تستخدم الاوتوماتيك فورماتنج عندك. الاوتوماتيك فورماتنج ان انت بتحطه هذا هيدنج زي هيك هذا بتحطه سيكشن هذا سب سيكشن عشان انه في التابل اوف كونتنتس انه يصير في عندك تعامل معاه بشكل تلقائي. كذلك انه ما تنساش انه انت تحط كابشنز للتابلز والفيجرز اثنين سوا. ايش الكابشن انت عندك؟ انت بيكون في عندك الفيجر زي هيك تمام. عادة الكابشن تبع الفيجر انه بيكون تحت هنا بتحط مثلا فيجر 3 رقمه هذا الفيجر بيوضح احصائية عدد المدخنين او عدد مستخدمي الهواتف الذكية او 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 تمام. اما التابل عادة بيكون زي هيك تمام والكابشن تبع التابل بيكون فوق الفيجر كابشن تحت التابل بيكون الكابشن فوق تقول تابل 4 تمام بتوضح ايش هو التابل هذا تمام. توزيع مهام الفريق مثلا فبالتالي بتيجي بتقول انه فلان حياخذ تاسك كذا وكذا وكذا فلان تحطها في جدول بياخذ تاسك كذا وكذا وكذا زي هيك تمام. ايش يعني لوحدهم؟ كل واحد له ترقيم لوحده منفصل عن الثاني. هاجت تنساش كذلك هذه برضو من الاخطاء الشائعه انه انت تشير للتابلز والفيجرز في النص تبعك. شو معنات هذا الكلام؟ انه انت تخيل انه انت في عندك تابل هيو تحت تمام هيو محطوط هيك فجاه معلق. يفترض انه انت تيجي هنا في النص انه انت تيجي تحكي مثلا as shown in table 3 تمام كذا 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 عدد المستخدمين انه في زياده بتعلق عليه. هجيت الرسمه واضح انه مثلا في زياده في عدد المستخدمين هواتف الذكيه كان في 2017 كذا 2018 زاد 2019 برضه زاد بس هذا الكلام مش موضح في الفيجر. في الفيجر ايش مكتوب؟ مكتوب في الكابشن انا بقصد مكتوب انه احصائيه عدد المستخدمين الهواتف الذكيه بالنسبه للسنوات. بدك تعطي تعليق غير مكانك يا استاذ غير مكانك يا استاذ بدك تعطي تعليق على الفيجر هذا انت عندك في النص. تيجي بتحكي as shown in figure كذا او figure كذا shows بالضبط تيجي بتحكي عنه زي هيك figure 4 shows. لاحظ انا بستخدم مضارع بسيط هذا الفيجر يظهر لانه انت بتحكي fact fact بتستخدم مضارع بسيط the number of smart phone users
in the years مثلا 2016 لغاية 2019 تمام؟ بتقول we note there is increase in the number of users. فبالتالي انت اشرت للفيجر انه هو ايش بيظهر تمام، وكذلك رحت علقت عليه في زياده في نقصان في ايش في انت عندك ظاهر في الفيجر بهذا الشكل. لا عاده انه هاد وهنا بتيجي انت عندك في المنطقه هذه الرسمه هاجيت انت لو حطيته قبل بيصير انا بالنسبه لي صدمه انه انت حاطط فيجر وبعدين حاكي عليه. ترتيب المنطقي بيقول انه انا اقرا الجمله هذه فيجر 4 شوز وينه فيجر 4 هيو تحت مش اطلع له فوق قبل ما اشوفه، لا انه هيو تحت بظهر كذا 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 وانه في زياده. لاحظ المضارع البسيط هنا وي نوت تمام وهنا فيجر 4 شوز كله مضارع بسيط، خلي بالك من الشغلات هاي تمام. وبتحط الفيجر هنا تحت اللي بحط لي فيجرز معلقه انت اللي حكيت انا ما حكيتش ولا ايش تمام. تمام يبقى دائما اعمل انتروديوس للفيجرز والتيبلز قبل ما انه انت تظهرها عشان ما تتركش اي مفاجأة للمستخدم. نعم هذا بخصوص الفورماتنج. في حدا عنده اي سؤال بخصوص الفورماتنج او الرايتنج عفوا؟ في اي سؤال؟ كل الامور تمام؟ كله حتكتبوا يعني بروبوزلز بيرفكت؟ قول ان شاء الله. لا ان شاء الله البرمجه الفصل الثاني هلقيت انت بدك تركز لي على البروبوزل كتابه البروبوزل. طب انا كده بحكي عن استخدامي انا مثلا قلت استخدمت مثلا الايديتور بي اتش بي ستور انا لسه ما استخدمتش فعليا مش كتبت البروبوزل بكتب عشان مشروع لا انت عندك البي اتش بي ستور انت بتحطه من ضمن التولز والاكويبمنت تمام بتحط انه الشغلات اللي حيتم استخدامها البي اتش بي ستور وبتحط يعني هنا انت بتكون عندك سيكشن تولز اند اكويبمنتس تمام تيجي بتقول انه بي اتش بي ستور ممكن انت تحطها بطريقه بصيغه باسيف انه البي اتش بي ستورم يستخدم يعني انت اللي بتستخدمه لحالك لا يستخدم صيغه مجهول انه used to write PHP code. انت عندك الادوب فوتوشوب used to design logo مثلا او الانترفيسز تمام. فبالتالي هاي شغلات في الامبلمنتيشن انه هاي تستخدم في كذا هذه تستخدم في كذا هذه انه ايش قصدك؟ احنا حنستخدم في جاي نعم احنا ليش بدنا صحيح صحيح بس طريقة الكتابة انه انت عادة عندك في كتابة البروبوزل تمام ما دام انه هو مقترح انه معروف هذا الكلام في الـ في الـ في الـ في 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 الفيوتشر انت اعتبرها انه مضارع مش منه انت بتسويها. المضارع انت عندك لشغلتين انه انت بتخبر فاكت تمام وانه انت ممكن يعني توصف شغله انت بتسويها حاليا اللي هو مضارع مستمر تمام. فهجيت انت بتخبر فاكت انت ايش الفاكت انت عندك بتقول انه انا بروح على الجامعه كل يوم فبالتالي هذه فاكت. هل بينفع انه انت تقول انه انا حروح على الجامعه كل يوم؟ انت فعليا بتخبر فاكت الشمس بتطلع الساعه كذا. بينفع تيجي تقول
بكره الشمس حتطلع الساعه كذا، لا خبر فاكت يعني تخبير الفاكت. تمام، مش انت اخذت انجليزي معي برضو ولا لا؟ طيب انه انت بتيجي بتقول انه الشمس بتطلع الساعه كذا، هذه تخبير يعني اخبار لحقيقه، فبالتالي الانسب لها زمن المضارع البسيط. ما ينفعش انه انت تيجي لحقيقه تيجي تقول انه والله الشمس حتطلع الساعه كذا. لا يعني هذه شغله انه انت ممكن انه زي هيك. والشغله الثانيه انه انت بتخبر فاكت. ايش هي الفاكت؟ انه انت بتستخدموا الاجايل في في الشغل تبعكم، فبالتالي انت بتخبر حقيقه، انه الحقيقه هي يا جماعه انه المنهجيه اللي احنا اعتمدناها هي اجايل، فبالتالي وي يوز اجايل ميثودولوجي. بس هاي كل النقطه، خذها ببساطه يعني زي هيك. ممكن تحطهم في تيبلز. هنحط اسعار لا لا بس الشغلات اللي هنستخدمها. انت هتشتري فعلا؟ لا طيب طبعا. جهز لابتوب هيو عندك. ايش كمان؟ لا انا في اشتري كاميرا. عندك كاميرات؟ اجار يعني شحنه. ممكن مو في بحطه في البروبوزال، في بحطه بادجت. فاذا بدك تحط ما فيش مانع يعني هاي الشغله. ايش اللمس؟ انت مطلوب منك انه انت تشتغل بروبوزل كامل، هي صحيح مسوده بس فيها كل السكشنز بما في ذلك التايم تيبل والسكجول تبع مايكروسوفت بروجكت. في اسئله كمان؟ انت بتحكي الاكويبمنتس اللي حتستخدمها او حتلزمك لانجاز المشروع، كله بتحكيه سواء عندك او مع الكاش. انت شاريها فعلا؟ لا مفيش داعي، مفيش داعي. بس انه انا لازمني لابتوب، لازمني كاميرا، لازمني جهاز راسبيري باي، سنسور، سماعه، مش عارف ابصر ايش، طول الفوتوشوب، هذه كله بتحطه. انت عندك كل شغلة انت تستخدمها سواء كان لتصميم اللوجو او لعمل السكيجول او لتصميم الواجهات اللي هي الواير فريمز او اي حاجة، بتحط انه الطول هاي وانه ايش استخدامها. الاوقات اللي نحطها على الفصل الثاني مثلا، من شهر 1 لشهر 5 من شهر 5. نعم، تبدأ انه انت التاريخ من شهر يناير او فبراير. تمام، انه على بداية الفصل الثاني. في اسئلة كمان؟ طيب